الدكتور مصطفى النحاس علشان اخصائي الطب النفسي علشان نتكلم عن فتره العزله دي وخرجنا منها. احنا خرجنا منها بمشاكل يا دكتور. والله انت دايما متميز في المقدمات. دايما عظيم. الحمد لله. عامل ايه؟ نورنا يا دكتور. ربنا يخليك يا عم، كتر خيرك. اكيد خرجنا بحاجات، يعني خرجنا باختلافات عن ما كنا، وزي ما انت قلت كده باننا قعدنا فتره طويله، فطبعا اتعودنا على حاجات جديده. في الاول كنا رافضين تماما فكره العزله وفكره القعده في البيت وفكره ان احنا نبقى ما نتعاملش وما نتواصلش، بس غصب عننا بعد شويه كوننا عادات جديده، وهو طبيعتنا في كده. ان احنا لما بنقعد بنتعود على حاجه بنكمل فيها، فاحنا تعودنا على قعده البيت وتعودنا على الروتين اليومي، فبقى صعب علينا حاجات كتير. صح. كان في كوميك كده على الفيسبوك، احمد حلمي لما كان تخين وخارج، انا مش عايز اكل، مش عايز اخرج. بالزبط. دي الحاله اللي وصلنا لها دلوقتي. عايزين نخرج، عايزين نرجع الشغل، مش عايزين نرجع بنفس الروتين اليومي، مش عايزين نفس الزحمه. بقينا متضايقين ان احنا شايفين ناس بالليل في الشوارع. بقى عندنا الحياه اللي احنا كنا بنتضايق منها في الاول دلوقتي مش عاجبانا، دلوقتي العكس تماما. عايزين الشيء ونقيده. بالظبط، عايزين الشيء ونقيده، لان اتعودنا زي ما انت قلت كده، قعدنا فتره طويله في حته مقفول علينا. وده طبيعي جدا.